الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل عن سليمان عليه السلام قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. قال: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام. وكما مقرر ومعلوم عند جميع المسلمين أن الأنبياء هم سادة الأولياء وهم أفضل الناس، اصطفاهم الله تبارك وتعالى لأداء رسالة عبادة الله، عبادة الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى تكلم عن سليمان عليه السلام وقال أنه أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من غيره. قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام قال: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ذلك هو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل المبين. فالله تبارك وتعالى أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني سليمان عليه السلام ربنا أداه من الخوارق في العادات عند الناس ما لم يعطه غيره. علمه منطق الطير وجعل الريح تحت أمره وجعل الجن تحت أمره، كل هذه الخوارق أعطاها الله تبارك وتعالى لسليمان بعد دعاء سليمان عليه السلام لله. قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذه الآيات تدل على أن سليمان هو ولي من أولياء الله. فنحن نشوف قصة سليمان عليه السلام مع هذا الهدهد، ونبين للناس ما هي الولاية وما هي حدود الولاية، لأن كثير من الناس يظنون في الولي أنه يجوز أن يعبد مع الله. يعني زول كويس اللي عنده خوارق في العادات، زول مثلا بيقول لك هنا في موية كويس وتحفر تلقى في موية، زول بيقول لك زي ما بيقولوا عنا ونتبعهم بيقول لك بقلب البيت ولد، وزول الريحة كان جاية بوقفة، تمام؟ من الكلام اللي بيقولوه ده. فهل الإنسان إذا كانت عنده خوارق من العادات لعادات الناس يجوز أن يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ بعدين ما كل خارقة يأتي بها الإنسان تكون كرامة، يعني ممكن يكون دجل وشعوذة. أنت ما شفت الناس اللي في السيرك تلقى الواحد يدخل راسه جوا خشم الأسد ويمرقوا مي وحاجة، يولع النار في خشمه مدي وحاجة كويس، تلقاو يجيبوا عليه المنشار يقطعوا النص ويرجع تاني، الكلام ده قاعد الناس بيحضروه كويس. بعد ذاك يجيبوا مثلا ياكل إبر أو زي الحاول بيجيبوه ده، ابلع البيضة وبيضة كويس، ادي زول موية يشربها ويضعنه بالسكين ويخط الكوباية الموية تجي مرقة. فهل ده ولي لله؟ عشان كده ما أي زول بيجي بخارقة ده يعد وليا لله تبارك وتعالى. قد تكون هذه الخوارق من أفعال الشياطين ومن السحر، والسحر مذكور في القرآن. ربنا تبارك وتعالى قال عن سحرة فرعون قال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. الناس الحبال والعصي جدعوها كويس، ربنا قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني ده سحر بتاع تخيل. فأي زول جبه خارقة كويس ده قد يكون هذه الخارقة كرامة، والخارقة خارقة للعادة وليست للعبادة. يعني ما ممكن تقول لي زول جاب خارقة من الخوارق وهي تصادم الدين، يعني ما ممكن زول يقول أنا من كراماتي الله رسل لي قرآن، أو تقول أنا من كراماتي اللي اداني لي الله إنه أنا خلقت السماء أو أنا خلقت الواطة أو أنا قلبت الشجرة ديك قلبتها زول كويس. ده كله مصادم للدين، وهذا من الكفر والإلحاد بالله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن الإنسان
إذا ثبتت ولايته لله تبارك وتعالى بالأدلة من القرآن والسنة، فهل يجوز أن يجعل أو أن يصرف له أو تصرف له عبادة مع الله تبارك وتعالى؟ يعني شوف سيدنا سليمان كويس، ربنا سبحانه وتعالى علمه أنه يعرف كلام الطير كويس. بعد ده بتلقى عنده من الخصوصيات العين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مدها له ومدها لزول بعده. عشان كده ربنا قال شنو؟ ربنا قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يعني شوف، إذا أنت قلت زول لقيت زول بيتكلم مع الطير، أسي في زمننا ده لو لقيت زول بيتكلم مع الطير، واحد عنده كتاب قال جنوا طيرتين، طيرة وقفت في الشباك كويس، الكتاب والله بيدرسونا له في الجامعة، سكسكت له قام سكسك لها وفي حوار بيمشط فيه كويس، الطيرة مشت جات البعادة سكسكت وهو قام سكسك لها، قام الزول قال له يا أخي اسمع الحوار، قال له يا شيخ عليك الله الطير الطيرتين دلع، قلت لين شنو؟ وقال لك شنو؟ قال له رجل وامرأة وفقت بينهما، يعني قال له ابو الدبرك ده كان مطلق على الشاهدي ورجعته اللي سوا كويس. فده الخارق الزيدي، زول زي ده في زمننا بيتكلم مع الطير، ده بقولوا لك ولي، وده لما نخش في الشدائد ننده مع الله كويس ونستغيث به من دون ربنا سبحانه وتعالى، وده كفر وشرك بربنا سبحانه وتعالى. لانه لو دعيت زول لو كان صالح ولا طالح ولا جني ولا انسي، انت جعلت مع ربنا آلهة تانية. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر كويس لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما الناس ما يغشون السحرة والمشعوذين اللي بيقولون نحن بنعلم الغيب؟ يا أخي أنت بتعلم الغيب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن سليمان جلي حاشدته، وسليمان عليه السلام ربنا أداه الهدهد، الهدهد قالوا ابن كثير قال مهندس يعلم مكان الماء، ربنا أدى الهدهد خاصية إنه يعاين في الأرض دي كويس، المحل دي بيقول فيها موية، دي ما فيها موية، بيدرس بس حالة الأرض كويس، بيعرف الواطه دي قبل كده دخلتها مويه ولا ما دخلتها. فسليمان عليه السلام كما قال المفسرين نزل بوادي ما فيه مويه، والحاشيه معاه وجنوده معاه عطشوا، قال فتفقد الطيره فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا. فقدوا ليه؟ اذا كان سليمان عليه السلام بيعلم الغيب ما كان فقد الهدهد، كان عرف مكانه كويس، وسأل منه الطير كويس، الهدهد قالوا أكان في رحلة كويس، ودي بيجي بقوله هو كان وين دي بيجي بقوله. فالهدهد قالوا أول ما وصل سليمان عليه السلام قال لو عذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد جاء وقف بعيد قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، قال لسليمان عليه السلام أنا عندي خبر وعندي كلام جايبه لك انت ذاتك ما بتعرفه. والهدهد ما عرفه بعلم الغيب لانه سافر مشى محل الكلام ده وحضره وشافه بعينه، وجور سليمان الحاجه شافها بعينه شنو كويس، قال له انا عندي لك خبر انت ما عندك. والطير قالوا له سليمان فقدك وقال الليله بيعذبك عذاب شديد، المفسرين قالوا بيعذبه عذاب شديد انه بينتي فريشه كله يطلعه منه يخليه سايب يدرش كويس، او يذبحوا يقتلوا فض مره ينتهي منه كويس. الهدهد قال له سليمان عليه السلام لما قال داري عذبني او يقتلني، قال له استثنى، قال ممكن يعني عنده فرصه ثانيه يمرق مني، قالوا له يا اخي لو جيت بعذر او لا ياتيني بسلطان مبين، او اديني عذر وجيها اقبل منه. فالهدهد جاء قال شنو؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال له أنا مشيت محل وهي مملكة سبا، قال له المملكة دي أنا لقيت فيها امرأة أوتيت من كل شيء، عندها جنود وعندها قصور وعندها جيش وعندها
من الطعام ومن الشراب ما هو عظيم كويس، وعنده عرش عظيم كويس. القصر بتاع بلغيس قالوا فيه 360 طاقة، ال 360 الشمس بتخش بها واحدة، الشمس ما بتغيب منه، بتخش بها طاقة وبتغيب بالطاقة الثانية كويس، ضوء الشمس. فجلس سليمان عليه السلام قال للمرأة ده أنا لقيتها، وشوف الموضوع بيكون مهم كويس، وأهميته بتمرق زول أو بتم مرقة الطائر ده من إنه يقتلوه. قال له لقيت امرأة بتملكن، أول شيء مرأة ملكة. قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وده الموضوع الأنكر سليمان عليه السلام وأنكر الهدهد كويس. السافر قالوا آلاف آلاف الكيلومترات عشان يصل ويشوف الكلام ده ويجي راجع يبلغه لسليمان عليه السلام. عشان كده شوف أي زول كويس بيعمل حاجة مخالفة لمنهج الأنبياء ودعوة الأنبياء الدعوة للأقوام إنه الناس يعبدوا الله وما يعبدوا غيره، بتلقى طوالي الأنبياء بيرد، القرآن بيرد عليه بالقصص بتاعت الأنبياء وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده سليمان عليه السلام رسل له رسالة كويس، في هذه الرسالة قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني تعالوا موحدين. كان عندكم شرك بتسجدوا للشمس كويس، ده كله خليه خلوه وتعالوا أعبدوا الله براو، ودي الدعوة الدارين نبلغ الناس كويس. ما في ولي من الأولياء الحقيقيين الربانيين كويس بيقول للناس خلوا الله وتعالوا أعبدوني أنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالتوحيد وأمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى قال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت ما قال له اسألني. ومعين النبي عليه الصلاة والسلام ولي من الأولياء وسيد الأولياء، ما قال له اسألني، وسيد الأولياء ما قال له اسألني، قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عشان كده رسالتنا اللي بنبلغها للناس هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقعت في ضايقة ما تقعد تنادي المشايخ، لا صالح ولا طالح، نادي الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الولي الحميد، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقدم أخونا النبي.